إلى الذين يؤمنون بأن الوطن أغلى وأعز، إلى من نراهم بعين الواقع يرفضون العنف والإرهاب، إلى من ضحوا بأرواحهم فداء مصر، إلى الباحثين عن الحقيقة، إلى من يفكرون، إلى القلوب المطمئنة ومن يبحثون عن مزيد من الاطمئنان، إلى كل هؤلاء نقدم حصاد 12 شهراً من البحث والتقصي، لنفكر معكم بصوت مسموع ونوثق الأحداث سوية في رحلة هدفها الوحيد هو الوعي في مواجهة الإرهاب. اللقاء بمعاد والعودة لحضراتكم دوما يا رب بالخير. الحقيقة لازم أقول كل التوصيات اللي جات لي من السادة المشاهدين متابعي الكبسولة وجمهور الكبسولة اللي ممتن ومبلغني أمانة محملني بيها، لازم أقولها وأبدأ بيها الحلقة بتاعتي مع حضراتكم النهاردة. الأمانة بتقول إن الشكر واجب وبالترتيب لكل عمال مصر اللي هم علامة بارزة في وجهها الحديث، عمال مصر، ونبدأهم كده ونشاور مع بعض ونقول عمال الصرف الصحي وشركة المياه، الناس اللي خلتنا نقدر نعدي من ما يسمى بمنخفض التنين، من كل سوء الأحوال الجوية اللي عشناها، وهم بيشتغلوا واحنا قاعدين في بيوتنا، حتى لو بيوتنا اتأذت وكشفت بعض المساوئ في التشطيب او في بعض نقاط الضعف في السقف او في اي حتة. الشكر الواجب مش بس لعمال الصرف الصحي، لعمال النظافة اللي حافظوا على وجه مصر، مش بس في القاهرة واسكندرية والأقصر وأسوان، على كل جغرافيتك وفي كل محافظة. الشكر واجب للكهرباء وللغاز، للإسعاف والطوارئ، للشرطة المصرية وللقوات المسلحة، لكل اللي خلوا مصر تدير مشهد سوء الطقس وتعدي بيه بهذا المستوى وبهذا الشكل. الشكر ده مش بس مني ومن فريق العمل، دي أمانة جمهورنا على صفحاتنا وفي التواصل المباشر معانا أمنا إن احنا نبدأ بيها الحلقة دي. وأنا كمان لازم أقول باسمي وباسم فريق العمل شكرا لكل المصريين اللي بيتعلموا من كل الخبرات السابقة، شكرا لكل مراسلين إكسترا نيوز وكل الشاشات المصرية اللي عرفوا في كل لحظة صعبة يربطوا مصر بمعلومات مصر بشفافية تامة. طيب، إحنا بقى في الكبسولة كنا متفقين مع حضراتكم إن ولاد الإرهابية إخوان كاذبون، ليس لهم لا وطن، لأن كلنا فاكرين إن هم اللي قالوا يحكمنا أي حد إن شاء الله يكون من ماليزيا، وطبعا ليس لهم ملة حقيقية لأن هم خوارج هذا العصر بيروجوا للدين بتاعهم. طيب، أرض الخلافة وزعمهم المزعوم اللي بيجمعهم على أرضه وبيحول تركيا إنها تكون رأس مثلث توجه التنظيم الجديد، بيتخانق مع العاصمة البريطانية عشان يبقى هو نقطة ارتكاز ورأس مثلث. طيب، الدليل على اللي احنا بنقوله لأن الكبسولة مش مكان للآراء ولا للاجتهاد ولا حتى للتحليل، الدليل على ده إن اجتماعات التنظيم الستة اجتماعات الكبار تم إدارتهم من الأراضي التركية. طيب ليه؟ المشهد ده بيقول حقيقة واحدة بس، إن الجماعة مستعدة، يعني تؤجر تعمل أي حاجة للي بيدفع، لأن هي زي ما اتفقنا لا وطن لها ولا تؤمن بأي قيمة دينية حقيقية،
لكن تؤمن بالانتهازية، بتجري ورا اللي يدفع، والمصلحة أينما وجدت. يعني اللي كان بيدعي زمان وزي ما هتسمعوه معايا، اللهم لا تمتني مصريا، يا ترى ده وهو كان بيسعى ويبوس الايادي عشان يسيب جنسيته ويبقى مجنس، قالها كده ليه؟ اللهم لك الحمد. خلاص يعني دلوقتي انا مواطن تركي مصري، حصلت على الجنسية التركية، اتشرفت بالجنسية التركية، والجنسية التركية أنا بالنسبة لي الحمد لله يعني شيء كبير جدا، ويعني سبحان الله بعد ما بيحصل ده أنت بتحس بإحساس مختلف شوية. الأول أنت كنت بتسمع أخبار مثلا عن تركيا، لسه النهاردة مثلا على سبيل المثال قاري خبر كان على لسان رئيس أردوغان بأن تركيا زيرو قروض، زيرو ديون بالنسبة للبنك الدولي مثلا، أقوى جيش في الشرق الأوسط بالكامل، شوية حاجات كده بتخليك تحس بالفخر، الفخر اللي احنا بنحارب من سنين عشان نحسه كمواطنين مصريين. بصوا يا جماعة، أنا زمان يمكن في ناس ما فهمتش الدعوة دي، وسبحان الله يعني ربنا يستر، بس إيه يعني ما تستمرش كده. زمان دعيت لما الدنيا قفلت قوي ولقيت الناس مش راضية تتحرك، بنعمل كل حاجة عشان تتحرك وتتحرر وهي عاجبها كده ومسلمة. ففي لحظة غضب دعيت دعوة، قلت يا رب لو هيفضلوا كده فاللهم لا تمتني مصريا. اللهم لا تمتني مصريا، تفتكر مصر أرض الحضارة تفرق معاها أنت؟ بس يا حرام هو حاسس كتير قوي، لأنه بيقدم نفسه على أنه شاعر. طيب يا سيدي، فألف إحنا عارفين ومتأكدين إنكم ما تعرفوش أصلاً يعني إيه وطن، وبالتالي يميتك على ما يميتك عليه، وإنتوا كمان ما تعرفوش يعني إيه وطنية لا تعترفوا بيها، وعارفين كمان إنكم سواء المجموعة الأولى ولا المجموعة التانية يعني قيادات الإرهاب الهربانة اللي سبقتكم علشان تحصل على الجنسية أو غيركم، كلكم كده على بعضكم، لا تفرق معاكم كلمة وطن يعني الهوية دي مش عندكم ولا الوطنية. طيب علشان كده هيبقى مهم قوي انه هو ايه اللي بيحصل جواكم؟ انتوا ليه طول الوقت بتتخانقوا كده؟ انتوا بتكتشفوا دلوقتي قد ايه انتوا انتهازيين واخوان كاذبون؟ انتوا اخوان كاذبون، بيتبع لكم الوهم لانكم بلا عقل، لانكم بتؤمنوا بمفهوم القطيع. لما بتكتشفوا انفسكم بتبداوا ترتبكوا، لان انتوا ما بتعرفوش تفكروا. وعلشان تكونوا متاكدين، مش انا برضو اللي هقول ولا الكبسوله، انا عايزه اوريكم ياسر العمده الشاعر اللي حاسس طول الوقت ده، اللي بيقول اللهم لا تمتني، كتب ايه بايده وعلى صفحته علشان تبقى الحكايه واضحه قدام حضراتكم. طيب انتوا كده شفتوها وهي موجوده على صفحته وسمعتوها بودنكم، طيب يا ترى هو ده اللي ولاد الارهابيه عايزينه؟ طيب يا ترى خليفتهم بقى المزعوم اللي بعد ما فتح لهم أبواب الدولة التركية وبعلهم لهم كل وهم في البداية، اللي صدقوا يا حرام عدد من الشباب اللي قال لهم انتوا في ثورة دائمة، انتوا الحطب اللي هنولع بيه طول الوقت، بس هوعدكوا ان انتوا تقدروا ترجعوا تحكموا البلد اللي أسقطت مشروعكوا. مصر عندما أسقطتهم لم تسقط فقط
هذه الجماعة الإرهابية الإخوان الكاذبون، ولكن أسقطت المشروع، أسقطت الفكرة. علشان كده هو طول الوقت هذا الخليفة المزعوم كان بيشتغل على الناس دي حرام وغرر بيهم، لأن زي ما اتفقنا ما هم فيهم قيادات هي اللي بتبقى عارفة بتسوق القطيع اللي بايع دماغه. طيب علشان كده يا ترى وهو بيجهزهم علشان يعمل البيزنس الكبير زي ما عمله على اللاجئين، ما هو ما عندوش إنسانية ولا حقوق إنسان، ده بيعرف يبيع ويشتري، بيبيع في الأطفال واللاجئين ويحولهم لقنابل موقوتة، كمان كان بيحاول يبيع في الشباب دول علشان يديهم الوهم الكبير إنه هيبيع لهم الجنسية التركية. طيب ده الجنسية التركية دي بفلوس وفقا للقانون بتاعه. طيب يا ترى هم بقى وهو بيبيع لهم الجنسية كان عايز منهم ايه؟ لازم نكون واخدين بالنا ان المنهج واحد عند الخليفة المزعوم وعند الاخوان الكاذبون، المنهج قلبه ومحوره الانتهازية، السعي وراء المال. ليه؟ لان تسليع البشر مرة باسم اللاجئين ومرة للإخوان الهاربين، ده تسليع لازم يقبض عليه فلوس منهم ومن اللي بيدفع لهم. علشان كده لازم ناخد بالنا إن المشهد بيتكشف وإحنا مع حضراتكم في الكبسولة بنكشفه تباعاً. يا ترى شبابهم بقى اللي مش من قيادات الصف الأول، اللي ما يعرفش مصادر التمويل ولا حجمها، اللي بيكشف له دلوقتي حقيقة الوهم الكاذب وإن هم ما هم إلا سلعة في إيد الخليفة المزعوم، بدأوا يقولوا ده في حواري اسطنبول بالوش المكشوف. شباب معلش انا المره دي بقى رسالتي مختلفه عن كل الاساتذه اللي قالوه دلوقتي حالا، وكل اللي اتقال وكل الشعارات اللي احنا عمالين نقولها معظمنا مش مدركها اساسا، معظمنا مش مدرك اللي احنا بنقوله. شعاراتنا دي كانت في مصر لما كنا في الشارع وعندنا امل، احنا النهارده وصلنا لنقطه الصفر، احنا فضلنا ناكل في بعضنا لحد ما تاكلنا ووصلنا للي احنا فيه. طيب خلوني أقول لحضراتكم إنه يعني لازم ناخد بالنا إن الدفعات اللي تقدمت وقدمتها يعني قيادات الجماعة كانوا في الأول طلب منهم إنهم يضعوا أولويات فيحطوا 100 شخص ثم حطوا 50 شخص. كانت المفاجأة الكبيرة إن غرفتها كان في دان، والمخابرات التركية اكتشفت إن الأسماء دي كلها على تواصل مع أجهزة استخبارات خارج اسطنبول دون تنسيق المنسق التركي الذي يعمل مع هذه المجموعة ياسين أقطاي. علشان كده الوش الخشن بتاع الخليفة المزعوم ظهر ورفض هذه الأسماء، ويعني قال لازم يتم إزاحتها للخارج. لكن قبل ما نذكر مع حضراتكم كل هذه الأسماء، تعالوا أسمع حضراتكم هذا الإرهابي الهارب في تركيا اللي اسمه أحمد عبد الجواد، وهو بيتكلم على حجم الرفاهية اللي عايش فيها أولاد الإرهابية بره، يعني بيأكد الطبقية والكذب اللي بيتم الشغل بيه واللي هم بيعانوا منه. علشان كده لازم نكون واخدين بالنا، ما احنا اتفقنا ان المنهج واحد، والمنهج ما بين كل هؤلاء سواء رجالات اخوان كاذبون من الصف الاول والعواجيز اللي بياكلوا كل حاجة ليهم ولولادهم، ولا الخليفة المزعوم اللي بيبيع الناس دي. بس زي ما قلتلكوا كل حاجة ليها تمن، بس بدأ الرد يبقى من وسطهم هم. للأسف الشديد المآسي التي يعانيها الشباب بالخارج ويعانيها معظم المغضوب عليهم من هذه الفئة الباغية حدث ولا حرج. منهم من لاجد قوت يومه، منهم من يعيش مطاردا في الشارع، منهم من والله العظيم منهم من يبيت في الحدائق العامة، منهم من لا يجد لا علاج لا لنفسه ولا لأبنائه ولا لأولاده، منهم
من تم طرده من مقر من من من, من السكن اللي ساكن فيه، وكل من يريد ان يتحدث عن هؤلاء يتم اقصائه. ثم نجد هذه الحالات التي شظف العيش، نرى ان البعض منهم تربح واكتسب حتى اصبح له مشاريعه الخاصه التي تدر عليه الالاف، ربما هنا في تركيا، ربما بعضهم اشترى في دبي. خد بالك، دبي والبعض في السعودية والبعض في باريس والبعض في لندن. دي حقيقة بالفعل، بعضهم كان نكرة، أقسم بالله كان نكرة، الآن تراه يمتلك سيارات أحدث طراز، لدرجة أنه أنا رأيت بعيني بعض منهم يعاير آخر بأنه الموبايل بتاعه موديله قديم من 6 شهور فقط. أقسم بالله رأيتها بعيني. إحنا بندفع كارت المواصلات، بندور على كارت المواصلات، لو معكش شحن 5 ليرة ولا 10 ليرة تمن الكارت تاخدها موتوريجل زي ما بقوله. إحنا بنشوف المرشيدس والنسان والتويوتا والفورد والبي ام دبليو أحيانا بيرتدها هؤلاء أو يقودها هؤلاء. نرى البعض منهم ليس لديه شقة ولا شقتان، بل لديه فيلا وفيلتين. البعض يمتلك حرسا خاصا وخدما خاصا من الفلبين، من إثيوبيا معروفين، وبودي جاردات من لبنان على سبيل المثال. كل هذه الأموال تنفق في الرفاهية والواجهة الاجتماعية، وهناك شباب لا يجد قوت يومه، هناك أسر بكاملها مش لاقيين يأكلوا. طيب، هي الخناقة دي كلها على خلفية التجنيس واللي بيختار الأسماء علشان يحطها في الليستة اللي الأتراك هيقبلوا منها وهيرفضوا. تعالوا النهاردة نوضح مع حضراتكم في انفراد جديد للكبسولة أحدث حلقات هذا الملف، ملف التجنيس، تجنيس الإخوان في بلاد الخليفة المزعوم. الصورة اللي هتشوفوها قدام حضراتكم دلوقتي هي عبارة عن لقاء جمع ما بين مجموعة من ولاد الإرهابية الهاربين مع مستشار الخليفة المزعوم ياسين أقطاي. والحقيقة عاوزة حضراتكم تركزوا معانا في الصورة شوية علشان عايزين نبدأ ندقق في الوشوش اللي قدام حضراتكم، وهبدأ معاكم من اليسار وبالترتيب. أول واحد هو الإرهابي أحمد عبده. أحمد عبده ده كان مدير قناة الشرق، وقبليها كان بيرأس قناة مصر الآن اللي كانت هي أيضا جزء من يعني أبواق جماعة الإخوان الإرهابية قبل ما يتم غلقها. بعديه هنشوف محمدين برغوت، ومحمدين برغوت اللي قدام حضراتكم ده طبعا واضح جدا من شكله، يعني صحيح هو من دمياط وأهل دمياط على رأسنا من فوق، لكن الوش ده أهل دمياط بيقولوا عليه ده واحد من قيادي الجماعة الإرهابية من الإخوان الكاذبون. هنشوف كمان بعديه هنشوف المذيع في قنوات الإرهاب أحمد عطوان، وأحمد عطوان اللي أكل على كل الموائد قبل 25 يناير، بفكر حضراتكم إن كان واحد من أبناء الحزب الوطني، وبعدها طبعا ركب الحصان الربحان، ويمكن تكونوا بتشوفوه على الشاشات بتاعتهم لأن هو دلوقتي بيشتغل مذيع على واحدة من قنواتهم قناة الشرق، وده اللي بيقدم الشارع المصري. يعني طلع من الحزب الوطني على طول على قناة الشرق، ما احنا متفقين ان المنهج انهم انتهازيين بامتياز، واللي يدفع انا عبده وانا اشتغل له اللي هو عايزه. علشان كده خلونا نشوف كمان اللي بعد عطوان. بعد عطوان هنلاقي المذيع ايضا في واحدة من قنوات اخوان كاذبون وليد الهواري. وليد الهواري ده يعني ده المذيع اللي حضراتكم احيانا بتشوفوه برضو على قناة الشرق، ويعني خلينا في وقت تاني هنفرد اصول الناس دي كل واحد فيهم بيعمل ايه. بعد وليد الهواري من على هذه المائدة اللي جمعتهم مع ياسين أقطاي قطب العربي، وده كان طبعا ضمن ما يعرف بكتاب تقارير المرشد، وكان بيرصد ما يدور في الشارع المصري وبيعمل بيه تقرير بيترفع لمحمد بديع والمكتب الإرشاد. والحقيقة هذا القطب اللي انتوا شايفينه قصير القامة نجح في انه يستحوذ على عدد من الصحفيين الشبان بدعوة ان هم مش واخدين فرصتهم كويس، ويعني هو بيوفر لهم فرصة سفر
لتركيا ولقطر لاستضافتهم في الإعلام الإخواني الإرهابي علشان يقولوا بعض الأشياء على الدولة المصرية. طيب لو سبنا هذا القطب قصير القامة هنروح بعدين لأشرف البلقيني. أشرف البلقيني أيضا كان على هذه المائدة، وهو كان مازال منتج، بيشتغل بروديوسر يعني في قناة تي ار تي التركية الناطقة باللغة العربية، اللي كان بيشتغل عليها الكاتب والمذيع نشأت الديهي، واستقال لما اكتشف حقيقة دور التركي ضد الدولة المصرية. طيب بعد البلقيني هنروح طبعا للزعيم الكبير حمزة زوبع. وحمزة زوبع طبعا الصورة دي أشهر صورة ليه، لأن يعني لازم ناخد بالنا إن حمزة زوبع اللي كان قاعد كده في الوسط على رأس الجلسة جنب مستشار الخلافة الوهمية ياسين أقطاي، ناخد بالنا كويس قوي منه، مش بس بحركة إيديه وصوته، هو عنده قدر كده من الاستعلاء، بيعتقد إنه عشان هو خريج كلية طب فممكن يعني يبقى حاجة كبيرة، حاجة مميزة، حاجة مختلفة. طيب عايز أقول لحضراتكم كمان بعد حمزة زوبع هنشوف عادل راشد. وعادل راشد ده عايز أفكركم بيه، ده كان عضو مجلس الشعب عن الجماعة الإرهابية من المنصورة، من الدقهلية يعني، وكان المنسق ما بين الإخوان والهاربين من العدالة في مصر لتركيا وأجهزة المخابرات التركية، يعني ما كانش واحد قليل ولا حاجة. ها هذا العادل راشد قدام حضراتكم اهو، وهو حاطط ايه على الجاكيتة بتاعته، وانتم لوحدكم هتقدروا تعرفوا ازاي بيتم التجنيس وازاي بيتم الاختيار، علشان كده هم بدأوا يعني، ما هو اذا اختلف اللصوص بتظهر المسروقات. طيب هنشوف بعد عادل راشد سمير الوسيمي، وده اللي كان مستشار ليحيى حامد وزير استثمار الإخوان. يحيى حامد اللي كلنا عارفين هو كان بيشتغل ايه في واحدة من شركات الاتصالات هنا في مصر، وازاي تم اختياره وايه الكفاءة بتاعته. طيب عايز اقول لحضراتكم إن سمير الوسيمي هو واحد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة العالمية للتجديد اللي اتكلمنا مع حضراتكم عليها قبل كده، والمتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، وكان زي ما اتفقنا هو المستشار السابق. طيب بعد يعني سمير الوسيمي هنشوف حسن عشري. حسن عشري ده طبعا يعني غير انه اخواني هارب، لكن للاسف بيقدم نفسه على قنواتهم اللي بتتعامل لحد دلوقتي مع جمهورهم الذي بعد لم يستفيق كما بدا يستفيق شبابهم في اسطنبول على انه ناشط عمالي. اشمعنى عمال؟ عشان يتواصل مع مين؟ هو بيقدم نفسه على انه ناشط عمالي. طيب بعد حسن العشري هنشوف حمدي حطيبة، وطبعا يعني الدنيا واضحة قدام حضراتكم من يعني كل واحد بيقدم نفسه ازاي. يعني وهو ده حمدي حطيبة اللي قدام حضراتكم، والصورة اهي تاني بتقول مين دول، وكانوا قاعدين مع ياسين أقطاي على خلفية الملف بتاع التجنيس. طيب بعد ما شفنا يعني المشهد اللي قدام حضراتكم ده، تعالوا بقى نشوف ايه بقى حكاية الصالون الثقافي واللقاء اللي حصل في هذا الصالون، اللي في الحقيقة كان حفلة بيستغلوا فيها طبعا جمعياتهم اللي مدعومة من نظام الخلافة المزعوم. وفي الحفلة دي اللي نظمتها جماعة إخوان كاذبون ولاد الإرهابية كانوا بيكرموا فيها ياسين أقطاي وكل المجموعة اللي حصلت على الجنسية التركية
على نموذج يعني العمدة اللي طلع قال لوددت أن ألا أكون مصريا، قرروا يعملوا حفل التكريم للتركي ياسين أبطاي مسؤول الاتصال معاهم. ومعلوماتنا في الكبسولة بتقول إن عددهم 12 إرهابي حصلوا على الجنسية. طيب كمان كرموا ياسين أقطاي وحمزة زوبع بعد حصولهم على هذه الجنسية، ودي طبعا ما كانتش أول مجموعة من ولاد الإرهابية تحصل على الجنسية، لأن لو حضراتكم فاكرين من 4 شهور تقريبا سبقتهم مجموعة تانية كانوا تقريبا 17 إخواني كاذب، وكتير منهم كانوا من ولاد القيادات الإخوانية، وده طبعا غير معتز مطر وحمزة زوبع اللي كان حاضر برضو في هذا اللقاء الأخير، ومحمد ناصر، أيمن نور، حسام الشرباجي، مدحت الحداد اللي كشفنا لحضراتكم في الكبسولة دوره في ملف التجنيس قبل كده، محمد عبد العظيم البشلاوي، أيمن أحمد عبد الغني، سهر خيرت الشاطر لو حضراتكم فاكرينه، يحيى حامد اللي قلت لكم عليه اللي كان وزير استثمار لكن هو يا حرام كان موظف محدود وضيق الأفق في واحدة من شركات المحمول في مصر، وسيف الدين عبد الفتاح اللي كان مستشار مرسي، ياسر العمدة المطلوب في عدد من القضايا في مصر واللي قال قدامكم لوددت ألا أكون، واللي مصدق وأول ما خد الجنسية يعني على طول ما قرر إنه ده هو الحلم اللي كان بيحلم بيه علشان يعني يعبر عن فرحته زي ما هو بنفسه بيقول وبيشرح قدام حضراتكم. طيب هنا هيبقى مهم قوي ان الموضوع مش بس يعني فلوس ولا اخوان كاذبون ولا يعني عدد من هؤلاء الهاربين، لا كمان الامر وصل لانهم بيبيعوا بعض قدام السلطات التركيه لان دخلوا في حاله المنافسه. ما انا قلت لكم الخليفه المزعوم نفسه بيتاجر بيهم، بيسلع، هو بيعملهم سلعه، وما بين تقسيمه الساده عندهم اللي هم القيادات التاريخية العواجيز يعني والعبيد اللي هم الصف الثاني اللي هم أفراد الصف، الخناقة شغالة. علشان كده الصراع صراع الجبابرة بين قادة الإرهاب أنفسهم واللي يعني عملوا فريق، ولا يزال الصراع بينهم مستمر مع أبناء الصف اللي بيوصفوهم إن هم العبيد. لكن قبل ما أتكلم عن النقطة دي عايزة أسمع حضراتكم شهادة واحد منهم عفوا، علشان احنا في الكبسولة بنعتمد الوثائق ما بنقولش فيها رأي. نادر فتوح بتاع قناة الشرق وهو بيتكلم عن حجم الخسة جوه تنظيم إخوان كاذبون. كلنا كثير مننا بيطلب الوجاهة وعندنا علاقة بالقيادات التركية وعندنا علاقة بالقيادات البتنجانية، وفي الآخر يترحل الأخ ويروح ويعتقل. وعلى فكرة اللي حصل مع محمد ممكن يحصل مع أي واحد فينا في تركيا وفي غير تركيا. عندنا أزمة، أيوة عندنا أزمة، عندنا كارثة، أيوة عندنا كارثة. طب نحلها إزاي؟ يعني هو إيه الموضوع؟ هي إيه القصة؟ هو في الاخر اسمنا اصل يقول لك اصل انت إيه؟ طب ما تخرجتوش انتوا ليه؟ احنا مين؟ يعني احنا مين؟ انا ولا سياده النائب ولا سياده الوزير ولا سياده المحافظ ولا سياده القيادي ولا سياده عضو مش عارف ايه، سياده النائب ومعالي الوزير وسياده المحافظ اللي بيتباهوا بدوت وكثير مننا ما زال يناديهم بالنائب والمحافظ والوزير وبيستمتعوا بهذا الكلام، وهذا الكلام انا شاهد عليه. هم يتحركوا لان سياده النائب المصري له علاقه بسياده النائب التركي، سياده المحافظ المصري له علاقه بسياده المحافظ التركي او الماليزي او السوداني. في الاخر لابد ان هم يتحركوا لان هم اصحاب الوجاهه وهم اللي بيروحوا يتحركوا بهذه الالقاب علشان يقولوا ان احنا موجودين، ولهم علاقات والجميع له علاقات بكل القيادات هنا وبكل السلطات هنا وبكل المسؤولين هنا. ولو حد سمعت النهارده او قرات بوست النهارده مؤلم
كتب لمحمد عبد الحفيظ عذرا يا اخي، عذرا يا اخي، انت لست ابن سياده النائب ولا سياده المحافظ ولا سياده ال، هو في ايه؟ انتوا اللي هتقولوا لنا هو في ايه الحقيقه، لان انتوا اكتشفتوا، بس اكتشفتوا متاخر قوي، ان انتوا بتتباعوا وانتوا سلعه، والكبار بيبيعوكوا ويقبضوا الثمن ويشتغلوا بيكوا ويشتغلوا عليكوا. وعلشان الحكاية تكون موثقة، قبل ما أخرج للفاصل عايز أسمعكم واحد من اللي بيقدم نفسه إنه هو من نخبتهم، ده حتى هو يعني فوق الجميع، لأنه ده الوش الجديد بقى، وده الوش اللي مختلف شوية، يعني متعلم شوية كويس، بيعرف يتكلم، يعني مش شبههم قوي يعني. علشان كده لما نسمع عمرو دراج هنشوف هو بيوصف اللحظة جوه تنظيم الإخوان الإرهابي إزاي. اللي كان واضح انه في اتجاه لتغييرات بقى في القياده، ويعني في مكتب في الخارج وفي لجنه اداريه في الداخل بدات تحقق نجاح. فيبدو ان البعض، والله اعلم برضه انا ما اقدرش اتدخل في النفوس والنوايا يعني، لكن راى انه خلاص انه هتفوته يعني فرصه ان هو يظل في القياده، او انه سيتغير توجه الجماعه اللي هو بيتكلم على منهجية معينة وآلية معينة في معالجة الأمور، لأن بدأت الحقيقة القناعة تبقى موجودة. بدل ما كان الانقلاب يترنح، الأول كان الانقلاب يترنح، أصبح دلوقتي الموضوع خلاص صعب، وإن إحنا إن السيسي خلاص مر من عروق الزجاجة، وبالتالي إحنا يعني ينبغي علينا أولا إن يكون اهتمامنا بالحفاظ على التنظيم الإخواني اللي موجود، إنه يبقى متماسك، لانه هو ده الضمانه اللي بعد كده لما الظروف تتغير ان احنا نستطيع ان احنا ايه نغير الاوضاع. وكأن التنظيم بقى هو اصبح ليه الاولويه عن العمل الوطني بشكل عام. وطبعا يعني التصور ده تصور قديم جدا وبالي جدا، وبيحاول يعني يبني على ظروف كانت مختلفه. يعني ظروف كان اصلا الاسلام كاد يختفي في مصر، وبالتالي كان مهم انه في فئه مؤمنه تثبت علشان يعني تستعيد ده، وده اللي حصل فعلا. طبعا لانه اخواني كاذب، فبهدوء جدا بيمرر انه زمان لما تشكل هذا التنظيم الارهابي تشكل لان الاسلام كان في خطر وكان ماشي من مصر، فهم جم عشان ينشروا الاسلام في مصر، يقروا بالاسلام في مصر. الحقيقه ان انا هكمل معاكم الملف ده في حلقه الغد، يعني شغل خطير بالفعل. بس انا كنت عايزه اسمعكم الوشوش اللي شبه عمرو دراج دي ازاي تقول ان الشغل القديم محتاج تغيير، بس شوفوا احنا زمان احنا قعدنا لكم الاسلام. انا متاكده ان الدوله دي بكل انسان مصري حقيقي عارف كويس قوي مين اللي بيحافظ على الاسلام ومين اللي بيتاجر بيه. بس يا خساره وهو بيتكلم بيقول التنظيم له الأولوية على العمل الوطني. انت لسه جاي تكتشف ده دلوقتي يا دراج؟ هخرج لفاصل وهكمل الملف بكرة علشان استقبل ضيفي وضيف حضراتكم الباحث في شؤون الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية الأستاذ إبراهيم ربيع بعد فاصل قصير. اهلا بحضراتكم من جديد. سريعا هروح لضيفي وضيف حضراتكم اللي بيشرفنا للمره الثانيه، الاستاذ ابراهيم ربيع الباحث في شؤون الاسلام السياسي والجماعات الارهابيه. مساء الخير. مساء النور يا فندم، وتحياتي لحضرتك. ربنا يخليك. فريق العمل الواعي. ربنا يخليك. خليني ابدا معاك سريعا، واحنا بنستعرض ملف التجنيس تقريبا احنا قدام مثلث. المثلث ده فيه التركي اللي بيسلع كل شيء، سلع اللاجئين وبيسلع حتى يعني هؤلاء الهاربين الفارين عنده. وعندنا الجماعة الإرهابية نفسها اللي بتعيش لحظة صراع عميقة جدا ما بين انتهازية الكبار ويعني الصغار. وعندنا الدولة المصرية المستهدف دائما. التلات عناوين دول عايزين نفكهم مع حضرتك، نبدأ منين؟ تمام يا فندم. اولا انا اثني على شكر حضرتك وشكر متابعينك
لكل أجهزة الدولة المصرية وال ربنا يخليك. وطبعا أنت قمت بالواجب، ولكن بقول أنا يعني أنا للمصريين أن يفتخروا وأن يعتزوا بدولتهم، بقى عندها دولة قوية، عندها جهاز إدارة أزمات محترف، عنده يعني توقع استباق لكل أزمة، وجهز الدولة فعلا وجاهزية. وبنقول للحكومة والكل ما ينبثق عنها من أجهزة وأدوات تستحق التحية وتستحق التقدير وتستحق الإشادة، وإحنا كشعب نستحق الكثير، ومنتظرينكم دايما عند مرمى توقعاتنا دايما إن شاء الله. إن شاء الله. أولا هو طبعا إحنا عندنا زي ما حضرتك تفضلت عندنا مثلث الدولة المصرية الجماعة الإرهابية المشروع العثماني بقيادة أو الأردوغان إنجاز التعبير، لأن محدش هيتبنى المشروع دوت إلا أردوغان. تمام. نبدأ من الدولة المصرية. هو ليه المشروع، سواء كان المشروع الصهيوني بقيادة إسرائيل الإسرائيلي في المنطقة، أو المشروع العثماني، أو المشروع المنطقة بالمناسبة فيها كذا مشاريع مشروع كتير كذا طبعا. مشروع المشروع الفارسي والتركي العثماني الأردوغاني الصفوي مش الشيعي بقى الإيراني الصفوي الإيراني تمام. الإسرائيلي الصهيوني المصري السعودي الإماراتي الوطني الرافض لهذا التقسيم. فطبعا المشروع التركي مشروع وظيفي زيه زي تنظيم الإخوان بالضبط، يعني مش مشروع استراتيجي، لا هو معمول عشان يعني يبقى فيه نوع من الحماس في أثناء التنفيذ، ولكن هو عامل زي الحاجة المؤقتة بتوقيت، مجرد ما يجي التوقيت تلاقيها تلاشت كده انفجرت لوحدها وراحت خلصت دورها وماتت. فهو ليه بقى المهم عندنا احنا بقى الدولة المصرية. الدولة المصرية طبعا بقيادتها الجديدة وبوضعها الجديد وعقلها الاستراتيجي الأمين طول العمر عنده أهداف في المنطقة، فكان الأهداف دي لازم تتعطل، عشان لو الدولة دي خرجت بالأهداف دي إلى النور خلاص هتقود الإقليم، هتبقى قوة عظمى يعني بلا مبالغة. يعني فرقم واحد هو الوصول إلى نقطة يعني توازن الردع بيننا وبين المشاريع اللي موجودة دي، وعلى رأسها المشروع الصهيوني. تمام. رقم اثنين كسر الاحتكار الهيمنة والخروج منها الهيمنة الأمريكية البريطانية على الإقليم، وتعدد الأقطاب وتعدد المحاور، ومصر بان لها دور جدا في إبراز المحور الروسي، إبراز المحور الصيني، إبراز المحور الألماني الفرنسي، بتعد مصادر السلاح، كسر فكرة الأحادية يعني الهيمنة أو الهيمنة. هو المشروع أو الأنجلو أمريكي مهيمن، فمصر فإحنا عايزين يبقى في أقطاب متعددة، خرجت من الهيمنة دي أو يعني بتخرج من الهيمنة دي وبتصيغ المنطقة تاني. تمام. رقم ثلاثة الإصرار على ده، وده المهم بقى، خلي بال حضرتك، الإصرار على تنفيذ القرار الاستراتيجي اللي اتاخد في 3/7/2013 بتفكيك تنظيم الإخوان لأنه خطر على البشرية. تمام. وتقديم ما يثبت أن ده خطر، وتقديم وثائق وتقديم أدلة وجهود معلوماتية من أجهزة الدولة وجهود دبلوماسية من أجهزة الدولة، ولعل التجليات اللي بتراوح مكانها من الدول اللي هي المفروض تتخذ قرارات أكثر جدية من كده زي ألمانيا وزي فرنسا وزي أمريكا وزي بريطانيا، بقى عندهم معلومات حقيقية ويقينية دلوقتي إن التنظيم خطر، بس مش عايزين يصدقوا. الرقم أربعة اللي هو امتلاك القدرة الاقتصادية والعسكرية لإدارة الفراغ الاستراتيجي في المنطقة اللي هو سابه، فخلفه الفراغ الجيش العراقي والجيش السوري. تقصد إن الدولة المصرية في استهدافها، لأن هي الآن تعبئ فراغ الدول التي أنهكت اللي هي العراق وسوريا. طبعا العراق وسوريا كانوا عاملين توازن استراتيجي إلى حد ما، فلما حصل الفراغ الاستراتيجي بقى يعني لزاما على إما تعبئوا ميليشيات زي ما بنشوف أو تعبئوا يعني دولة محترمة لها نفوذ. وده يوضح ليه الرئيس طول الوقت بيقول حفاظ على وحدة الأراضي السورية، حفاظ على الدولة العراقية. حضرتك بقى اللي بقى النقطة الخامسة اللي هو
توسيع مساحة الحركة والدبلوماسية والاستراتيجية للدولة المصرية واستخدام أدوات المعلوماتية والدبلوماسية بكفاءة ومهارة تمكنها من تحقيق أهدافها وإدارة الأزمات والصراعات، وفرض مش فرض يعني تسويغ ومنطقية رؤيتها في إدارة في حل المشاكل زي النموذج السوري والنموذج الليبي. يعني مصر خلاص رؤيتها بتتنفذ في سوريا حاليا، ومصر رؤيتها بتتنفذ في ليبيا رغم الصعوبات ورغم العصلجة ورغم ان الاصرار على حل الازمات حلول سياسيه، حلول سياسيه وكمان وحضور الدوله الوطنيه وجيشها الوطني في المعادله. تمام، ده كلام مهم جدا يعني الحقيقة. فدول الامور يعني عايزين بقى نفتخر مصر بتقدم نموذج يعني سياسي وعسكري وامني هيتدرس من خلال 2013 لحد دلوقتي. أنا متأكدة في لحظة ما. في لحظة ما. حتى في مقاومتنا للإرهاب في دول كبرى هتاخد النموذج المصري كيف تعامل مع الحرب على الإرهاب. تمام. تمام. بعد حضرتك بقى نيجي للإيه الضلع الثاني اللي هو تنظيم دي كده الأهداف. دي الدولة المصرية. لماذا يتم استهداف الدولة المصرية؟ للأسباب اللي حضرتك أوردتها. وعشان كده برضو تكملة لضلع الدولة المصرية في المثلث اللي حضرتك ذكرتيه. ان مصر عشان تحقق تصل الى هذه المحاور وتنفذها وتبقى واقع، وشفنا منها اجزاء كتيره، والمصريين لو بيتابعوا من 2013 لحد دلوقتي ازاي تم تفكيك الحصار الاقتصادي والدبلوماسي والامني على مصر. ما هو دراج بيقول مصر عبرت من عنق الزجاجه، هو قال كده بعد رابعه 2000 ازاي هزمناهم، ازاي هزمنا هذا التنظيم اللي زي ما حضرتك ذكرت هو رقم 3 في يعني لماذا تستهدف الدوله المصريه والرغبه في تعويقها. هو قال احنا في الاول كنا عاملين فيها الاسد، وبعد شويه هم انتصروا وعدوا وعبروا من عنق الزجاج. لا انا يعني عندي يقين بان ده خيار استراتيجي للعقل الاستراتيجي المصري، بان خلاص ما بقاش فيه جواز وجود كيان موازي للدوله وعلى راسه كيان ارهابي اللي هو اسمه تنظيم الاخوان. لان تعرف انت احيانا ممكن يبقى فيه كيان موازي بس سلمي فبنسيبه شويه بنختبره، لا بنسيبه شويه بس وقته جاي، وفي كيانات كتيره موجوده مفيش مشكله، ولكن الكيان الارهابي تستشعر ان الكيانات الاخرى دي هيجي وقتها. ده لازم، لان الثقافه بناء وعي حقيقي لدى المواطن لازم يتم تحريره من اي كيان موازي وبناء مفهوم الدوله عنده ككيان. ده كلام مهم جدا جدا واثمن عليه يعني. فده مهم ان هو الناس وشافت دلوقتي وتجليات الموضوع ماشيه. عشان كده الدولة بتخوض حرب على 5 جبهات محاور. الجبهة العسكرية في سيناء وفي الحدود الغربية لكسر إرادة الجيش وإنهاكه. دي رغبتهم هم انهم يكسروا جيشنا، لكن الحقيقة على الأرض بتقول لحد دلوقتي ان الدولة المصرية قادرة على احنا قلنا هدف الضلعين المثلث تعطيل مصر من الوصول الى وضعها ده اللي احنا ذكرنا منه 5 محاور في الموضوع. تمام. وتعطيل ان، ولذلك هو دراج بيقول في كلامه الحفاظ على التنظيم وانتظار تغير الظروف. فهو ده منهج الجماعه الارهابيه. ده منهج. تمام. واستراتيجيه عندهم طبعا. واعلنوها في 2013 قالوا احنا هنبعد عن السياسه ونعيد بناء التنظيم وترميمه وصول وانتظار الفرصه المواتيه. تمام. فالجبهه العسكريه طبعا هم الهدف منهم انه انهاك الجيش المصري، ولكن الحمد لله الجيش المصري خير اجناد الارض بيقدم بطولات هتتدرس. 2 الجبهه الاقتصاديه وعشان يمنعونا من امتلاك القدره لاداره النفوذ الاستراتيجي اللي احنا قلنا عليه. الجبهه الدبلوماسيه الحصار، واحنا الحمد لله خضنا حروب دبلوماسية عميقة وتجلت في إدارة أزمة سد النهضة اللي خلى أثيوبيا وقفة عارية من المصداقية وعارية من الدعم الدولي، وما ليس أمامها إلا إن هي يتوقع على خلينا لا نستبق اللحظة دي في سد النهضة، لأنه المصريين هيتفاجئوا. الجبهة الثقافية طبعا لهدم الهوية، ولأن هي إذا قلنا في مسألة إن في جيش وطني قوي وفي اقتصاد قوي وفي دبلوماسية قوية، إن ما كانش في هوية مصرية لدى المواطن
ووعي بمعنى الدولة وبثقافة الدولة ومفهوم الدولة عنده، وده بينتج من الثقافة، الدولة ما مش هيبقى لها أي ظهير، وبناء عليه ممكن تبقى مهددة. والحقيقة ده اللي عمقته 30/6، ولازم نعترف ان الشكر اللي حضرتك قدمته واللي انا يعني كنت امينة ان انقله من جمهوري ل يعني مؤسسات الدولة في تعاملها مع مشهد الطقس السيء، بيقول انه برغم كل الذباب الالكتروني بتاع الجماعة الارهابية ومن يمولها من وراءهم يعني، المصريين وثقوا تماما فيما اعلنته دولتهم وتعاملوا معاه، وشوارع القاهرة اللي كانت فارغة في عز يعني هذا المنخفض خلت الدولة تقدر تمارس دورها في التعامل مع هذه الأزمة. يعني إعادة بناء الثقة بين المواطن ودولته هي الجدار المانع وجهاز المناعة الوطني اللي بيحمي المواطن من أي فيروسات يعني طبعا وعلى رأسها كورونا. الجبهة الإعلامية طبعا، ودي برضه نشر الأكاذيب وترويج الشائعات، والمصريين عايشينها كل يوم وكل لحظة بيمارسوا فيها الاطلاع على يعني أداء الجماعة التنظيم الإرهابي الإخواني والشركات المجندة نفسها ليه وبتديره. على فكرة الإخوان لوحدهم كده ككيان ما قدرش يعمل ده، لكن هي الشركات الأمريكية اللي بتدير التنظيم وبتحط له أجندته الإعلامية وأجندته في هي مش بس أمريكية في إدارة الأمريكية وأوروبية يعني في إنجليزية وأمريكية وأيضا هناك من يمول هذه الشركات ويستأجرها. أربع شركات بتمولها تركيا وثلاث شركات بتمولها قطر رسمي وبالتالي الأمريكي والبريطاني بيشتغل بمفهوم السوق اللي بيدفع هو بيشتغل. احنا لو الدولة المصرية راحت أجرت شركة هتعمل مع الصورة الذهنية الدول لا تتعامل كالتنظيمات، اجعل التنظيمات تؤدي هذا. طيب خلينا يعني عايزة أنقلك شوية لفكرة التجنيس دي والتوظيف التركي لهذا الملف والمتاجرة بيه والفجوة اللي حاصلة ما بين شيوخ انتهازيين جدا بيستأثروا بالكعكة المالية بالكامل والصلاحيات واختيار من يجنس ومن لا يجنس، والشباب اللي بادئ يكتشف قد ايه هذا التنظيم كذاب وبوشين واستغلهم. في كذا حقيقة هنا بتبرز من خلال ملف التجنيس دوت وملف وإدارته يعني من قبل التنظيم ومن قبل من يستغلهم اللي هو أردوغان. رقم الحقيقة الأولى أن التنظيم تنظيم عنصري انتهازي بامتياز. إيه دليلك على ده؟ هو عنصري داخلي كمان يعني وطبقي يعني ما القطيع ما هو قسمهم سادة وعبيد تخيل. وعلى فكرة العبيد راضيين بالكلام ده بس ما يرضيوش بيه إلا بعد ما خضعوا لغسيل مخ عبر عقود، يعني يقعد 20 سنة 25 سنة يتعالج من انه ازاي يقبل هذه الطبقية ويقبل هذه العنصرية وفلسفة دينيا باني يعني. طب انا عايزاك تحكي لي حاجة من جوه التنظيم من اللي حصلت مع الناس دي يعني. على اقول لحضرتك في مشاكل مادية حصلت ما بين الاخ علي بطيخ اللي قاعد في تركيا الان، مش عارف قد الجنسية ولا ما خدهاش لسه، اسمه كده علي بطيخ. ما ده كان مشهور من القيادات المشهورة، وبعض الناس في منطقته اللي هي منطقة أوسيم. فالأخ الصغير ده لما كان يجي يقول للمسؤول المنطقة يا فندم أنا حصل مشكلة بيني وبين فلان الفلاني، حصل كذا كذا كذا، الأخ علي يقول طب خلاص احنا هنسمع من الراجل اللي انت بتقول. من العدالة شوف بقى من العدالة ان احنا نسمع الطرف الثاني. فيروح يسمع الطرف الثاني بقى قيادي، فدوك هيقول له ده الاخ ده مثير للجدل ومثير للمشاكل وكثير الكلام بيشغل مخه زياده ومدعي طيب تمام كده تمام. طب قدم وثائق ولا ادله على مشكلته الماديه دي، ده هو جنبيني وبينه شراكه وكل فلوسي. انا بقول لحضرتك انا عندي مشكله ملهاش علاقه بقى بان انا بشغل عقلي ولا ما بشغلش، بان انا كتير الكلام ولا مش كتير الكلام، لها علاقه باني القيادي ده كان فلوسي في مشروع وخسرني وانا بحكمك. فانت تقول لي هات ورقك وهو يجيب ورقه ونشوف القضيه توصل لايه. لا ده هو سمع منه ان ده كتير الكلام، ده مجادل، ده طب تمام. اروح انا بقى الاخ العادي بقى اللي هو القطيع ده يروح يا فندم عملت ايه؟
يقول له انت غلطان، والاخ فلان جه وقال ان انت غلطان وان انت اللي عليك الحق. يا فندم الوضع، طب اسمعني، طب الورق معايا. يقول له لا، ما ينفعش نقعدك مع فلان وتبقوا راس براس كده يعني. ودي وكمان بقى الطبقية والعنصرية ضد السيدات، رغم انهم يعني بيستغلوهم وعندهم انتهازية بشعة في استغلال قسم الأخوات لتنفيذ مهام معينة، ولكن جنس السيدات في تنظيم الإخوان لا حقوق له. ده حضرتك بتفكرني باللي حصل بعد موضوع ميليشيات الازهر لو حضرتك فاكر، لما نزلوا يعني نوع من الفتوى بينهم انه يعني القيادات العجوزه دي هي تفتديهم بارواحها وهي قاعده في بيوتها في التكييف. طبعاً. وشبهوا ده بانه الشباب الصغير زيهم زي سيدنا علي لما فادى سيدنا النبي في النوم في فراشه، وزي نسيبة بنت كعب لما وقفت وتترصت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وفدته وكانت الطعنات تأتي في جسدها وهي بيعملوا تصوير دايما كده في يعني نوع من المبالغة والسينما يعني. هو لا، هو لازم يجيب لك تراث ويجيب لك حدوتة عشان خاطر دي بناخدها كوبي بيست كده ننفذها، وأي حاجة اسمها إسلام يبقى هو التنظيم، وأي حاجة اسمها كفر أو فسق أو فجور يبقى أعداء التنظيم. طيب هم وهم بيختاروا بقى في الليستة بتاعت التجنيس دي اختاروا وفقا للمعايير ايه؟ ما انا اقول لحضرتك بقى الحقيقة التانية بقى ان اي حد، عشان برضو المصريين يبصوا على ان التنظيم لما بيقود دولة بيمارس التضئيل والتقزيم لها لخدمة اهداف التنظيم. طبعا. ويعني ما هو ده اللي قاله دراج برضو. قال هم التنظيم عندهم قبل الاخ اردوغان أهان دولته قد إيه وحقر من شأن دولته قد إيه عشان يخليها تتعامل مع تنظيم بهذا الحجم، وكأنها تنظيم وكأن لا، هم بيضغطوها دولة كبيرة جدا سواء كانت مصر أو غيرها، فهم والتنظيم قليل جدا وضئيل جدا وقزم جدا. فعشان الدولة دي تبقى في حجم التنظيم بيقصقصوا منها حاجات، ممكن ارض تتساب لحد مفيش مشكله زي ما كانوا عايزين يعملوا لكن بحيث انها تتايف كده وتبقى على قد التنظيم، وتبقى بحيث ان انت تركيا فيها اجهزه وفيها مؤسسات وفيها كذا، ما حدش دلوقتي بعد المسيره اردوغان سيطر وهتحكم ما حدش يقدر يقول له يا فندم ما ينفعش. ده قدموا قيادات الاخوان قدمت 50 اسم اتاخد منهم 13. ما هو ده دليل على ان الدوله اتقزمت لدرجه ان هو ما فيش حد في الدوله يقدر يرفض. احنا ليه نعمل مشاكل مع دوله كبيره زي مصر بس يبقى نافذ ينفذ؟ الحقيقه في بعض الاحزاب في المعارضه التركيه رفضت، دي اصوات زي حد حزب يقول الشعب لكن ملوش قرار، انما انا بتكلم على المؤسسه اللي تملك قرار. يعني احنا عندنا مؤسسات تملك قرار، لو حد خرج عن النسق القومي او النسق الوطني بيتوقف. لما بنقول في الكبسوله مصطلح اخوان كاذبون وعايزين كل المصريين اللي مقتنعين واللي اقتلعوا هذا المشروع واسقطوه يقولوا اخوان كاذبون، لاي مدى ده بيتطابق مع هذا التنظيم الارهابي؟ التنظيم الارهابي ده اساسه الكذب، لان اي تنظيم سري قائم على الاستقطاب والتجنيد السري لازم يبقى المادة الأولى في دستوره أو في قانونه الكذب، لأن لو قال الحقيقة يعني الولد لما بيتم استقطابه وهو صغير ويروح في أماكن لتجنيده واستقطابه وغسيل مخه، لو قال لأهله أنا رايح الحتة الفلانية بيعملوا معايا كذا كذا، دي الحقيقة هيمنعوه. فلازم يتعلم أن أنت النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة كذا كذب على الست اللي قاعدة في الصحراء وقال لها ما عرفش ايه، وفلان الفلاني قال لها، والكذب ده يعني ما لان الحرب خدعة، ده المنهج الحركي بتاعهم. منهج صحيح؟ الحركي بتاعهم. وفي كتاب عاملينه كده برضو بياخد نصوص السيرة ويلوي أعناقها ويوظفها للتنظيم، ما بيتاجر بالدين. اسمه المنهج الحركي. ما لهم خوارج ليه؟ ما خوارج وكاذبون بشكرك بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ إبراهيم ربيع الباحث في شؤون الإسلام السياسي وجماعات الإرهاب. والحقيقة يعني استفدنا من حضرتك كتير النهاردة، وبفكركم إحنا في الحلقة الغد هنكمل المشهد السياسي لهذا المثلث، وهنشوف يا ترى أطرافه الجديدة ومحاولة خروج التنظيم من أوروبا اللي بتكتشفه وبترفضه الآن
يا ترى رايح فين، والمخالب الجديدة هتتحرك من أي نقاط ارتكاز جديدة؟ في حلقة الغد من الكبسولة، كونوا على الموعد.